تبارك الله عليهم ولا فرحونا وماركو بيتس نفتح فرحنا كنغوت كاع بالفرحه تبارك الله عليهم ليسونسيال انهم لاعبين مزيان والله يعاونهم الله يكمل عليهم بالخير احنا كعينا غير في الماتش الاول اما صراحه الماتش اللي قبل ديال فاش لعبوا مع البرتغال تبارك الله عليهم لعبوا زوين واخا ماركاو حتى شي بيت ولكن تبارك الله عليهم غير ما حمرونا وجهنا وبشهادات الجميع عجبوني مقارنه مع الماتشات الاولين حيت كيبقاو يديروا اللعب 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 وكيتماركا عليهم وكيتصيدوا في الاخر دابا داروا الجوع في كره وماركاو بيت رجعوا للور وهما غاديين الحمد لله نتمنوا النتيجه تبقى بحال هكا ولا يزيدوا شي بيت اخر تبارك الله عليكم ما كسبت هذه المره خيرها في غيرها غير بقاو في لو ميم نيفو سينو بلوس تبارك الله عليكم في مع اسبانيا ما يمكن لك تلعب غير هذه اللعبه هذا فهمتي فاش داو كاس العالم مزيان زعما لعبوا مزيان وثلاثه د الماتشات كاملين كان المغرب في المستوى ودوماج زعما نتمنوا ان شاء الله في المستقبل نقدموا اداء احسن وندوزوا حتى ديال الماتشات اداء تبارك الله مميز مع الاسف ما تكتبش اننا نتكاليفاو ولكن كنتمنوا الخير القدام ان شاء الله واحد دوز ما ماشي هو الاول ماشي هو اللي خلي ماركه على المرمى ديالو مع الاسف جات في هذا الظرف ولا في المقابله الاولى كانت صعيبه ولكن معليش وكنتمنى غير تكون شي 20 عام اللي جايه مزيانه ماشي نغبروا نمشيو لقطر نمشيو لامريكان المكسيك كندا اللي موراها بغينا الاجيال كلها تشوف المغرب وتشوف نفس المستوى